النهارده انا عايز حضراتكم تحتفلوا معايا بقى، لان النهارده عندنا احتفال تاني في تونس. تونس قبل حضراتكم بتقريبا نص ساعه، ربنا كرمنا وقدرنا نكسب. كنا متابعينا واحنا في التسخين، كنا على طول بنسال على السكور لغايه ما خلصوا. فانا الحقيقه معلش انا اخرت الموضوع شويه، لكن الكابتن ميدو صلحي هيكون معايا دلوقتي. هو معايا شباب ولا معانا على التليفون؟ ازيك يا ابو الكباتن، والف الف مبروك. ويعني كان نفسنا ان انتوا تبقوا معانا برضو هنا، عشان النهارده الحقيقه بالنسبه لنا كاهلاويه يوم حلو جدا جدا جدا. يعني قدرتوا تكسبوا الترجي في الترجي، وقدرتوا تفوزوا بهذه البطوله بعد خساره الدوري، اعتقد شيء جيد جدا. اهلا وسهلا يا كابتن اسلام، الله يبارك فيك، ربنا يخليك، ودايما في الانتصارات كده. والف الف مبروك لرجاله السله، نادي موسم موفق جدا، ربنا يكثر افراحهم يا رب. هم موجودين كلهم معانا وبيباركوا لك على الهوا. هم عارف والله، انا عارف قد ايه هم تعبوا السنه دي، وربنا يوفقهم في اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن ميدو، النهارده الماتش صعب جدا، يعني الماتش في وسط جماهير، بقى لنا فتره بنلعبش في وسط جمهور، خصوصا بعد اخفاق محلي انت رايح تلعب البطوله الافريقيه. كنتوا بتفكروا ازاي في الماتش النهارده، خصوصا ان المباراه راحت وجت؟ يعني انت في الوقت اللي كنت تقدر تكسب فيه 3-0، الترجي خد مننا شوط ولكن قدرت ترجع بسرعه. بالنسبه طبعا ماتش الترجي له اهميه كبيره جدا. نعم، انت عارف ان الترجي فيه 9 لعيبه تقريبا من منتخب تونس. مظبوط، متسيد افريقيا اللي بقى له 3 دورات ورا بعض. كل ده كان عبء عليا وعلى اللعيبه الكبار طبعا، غير طبعا انت بتلعب في تونس وسط جمهور كبير جدا وفرقه كبيره جدا طبعا وبطله افريقيا السنه اللي فاتت. كل ده كان عبء كبير جدا عليا على اللعيبه الكبيره. وغير كده كمان احنا كنا خسرانين دوري او موسم محلي ما كانش موفق. لكن الحمد لله بجد يعني اللعيبه عملت اللي عليها وزياده، وعملت ماتش هايل وسط جمهور كبير. يعني الشوط الثالث زي ما انت قلت كده احنا كنا متسيدين وهم رجعوا، دي كانت صعبه جدا، لكن خبره اللعيبه قدرت تحسن الشوط الرابع الحمد لله. لا يعني انت كنت كسبان 24-20 على ما اتذكر، هم 24-24 بعدين 26-24، دي ممكن تعمل هزه لو انت يعني مش واثق في لعيبتك او ما عندكش لعيبه عندها خبرات كبيره جدا تقدر تعود. وبعدين ده انت عدت وفرق كبير في الـ في الـ في الـ في الشوط الاخير، يعني شوط المكسب الثالث الرابع. يعني ما اكذبش عليك، ما اكذبش عليك، هو كان طبعا في قلق. انا شايفك عمال تعمل لهم اهدوا اهدوا اهدوا. لازم فعلا في هدوء في الملعب يعني، لكن عبد الله واحمد طبعا لعيبه كبار وقدروا فعلا. وغير كده كمان كان معايا عبد الرحمن الحسيني لعيب صغير بيلعب في اول نهائي بطوله افريقيا. نعم، كان في الملعب، كان كنت لازم الواحد يعني يدعمه من بره. اللعيبه عملت اللي عليها قوي قوي النهارده ونفذوا التعليمات بنسبه 95%، هو ده اللي سهل الماتش علينا الحمد لله. اللي جاي يا كابتن ميدو، اللي جاي لانه جمهور النادي الاهلي ينتظر من الكره الطائره الكثير خلال الفتره القادمه. الحمد لله احنا بقى لنا 4 سنين كان السنه ما خسرناش ولا بطوله، السنه دي خسرنا موسم محلي، لكن الحمد لله ربنا عوضنا خير ببطوله افريقيا. الموسم يعني الموسم كده بالنسبه لنا انتهى، وبالنسبه للجول انتهى خلاص. بنستنى طبعا بقدم التقرير للكابتن خالد العوضي اول ما ارجع ان شاء الله عن الموسم كله، ومجلس الاداره بقى بيجدد الثقه ان شاء الله، وبحدد ان شاء الله يعني متطلبات مع الكابتن خالد العوضي، تم اختيار يعني مدير فني ان شاء الله. تعرف انت شفت الماشي في النادي الاهلي يعني. والله يا جماعة اللي أنا بسمعه ده حاجة محترمة جدا وحاجة جميلة جدا جدا جدا، فأنا حابب إن أنا أبارك لك مرة تانية يا كابتن ميدو، وإن شاء الله لما تيجوا تبقوا معانا هنا ونحتفل بيكوا لأنكم تستحقوا هذا الاحتفال، لأنه فريق تعب جدا جدا. أنا عارف كمان الأمور كانت عاملة إزاي في تونس، لكن في النهاية أنا بشكرك جدا يا كابتن ميدو، ألف 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 مبروك. ولو سمحت بارك لكل اللاعبين وقول لهم إن كل جمهور النادي الأهلي ينتظر إن شاء الله لما تيجوا نحتفل معاكم على الهواء مباشرة إن شاء الله. إن شاء الله ألف ألف مبروك للنادي الأهلي إن شاء الله، وإياد إن شاء الله كمان يومين إن شاء الله يوم 30 يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا للكابتن ميدو مصلحي المدير الفني لفريق الطايره رجال، اللي فاز النهارده بالبطوله الافريقيه في من قلب تونس ضد فريق ترجي.